حدث في دولة أخرى، أن كان المدرس يدرس الهندسة لأولاد الإعدادية واستدعاه المدير مؤنبا وغضبان، كيف تعلم التلاميذ أن الخطين المتوازيين؟ والمدرس كان من بلد الشام المسكين لا يلتقيان. قال يا سيدي هذه الهندسة والكل. قال ينبغي أن تقول إلا أن يشاء الله. صار كل شيء بعد ذلك المسكين، قواعد الحساب، قواعد الهندسة، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، إلا لجان علمية إسلامية وعلى مستوى عالمي وتزعم لنفسها أهلية أنها تريد أن تضع فلسفة للعلوم الإسلامية بين قوسين، وهذا مستواهم في الفهم، وهذا مستواهم في النظر، وهذا حظهم من كتاب الله. والله شيء عجيب، أقسم بالله العظيم، وسوف تسمعون العجب، وسوف تسمعون العجب، لو لم أقرأه بنفسي في مصادره ما صدقته. العلم أيها الإخوة، ولا أريد أن أحدث أحبتي وإخوتي وأخواتي عن العلم وطبيعته ومناهجه، ليس هذا موضوع الخطبة اليوم، لكن من صفاته التي يلمسها بل يعيشها سكان الكوكب في هذا العصر بالذات العمومية. العمومية، قواعد العلم، مبادئ العلم، مكتشفات العلم، المنتوجات العلمية، المخرجات العلمية يتشاركها البشر بغض النظر عن أعراقهم ولغاتهم ومعتقداتهم ومنتحلاتهم. الفيزياء تدرسون كما تدرسون كما تدرسون في العالم كله. أما الدين، الأديان عموما بلا شك لها طابع الخصوصية، مهما ادعت لنفسها من العمومية إلا أنها تبقى خاصة. يعني الإسلام دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن هل هو حقا الآن دين العالمين؟ طبعا لا. المسلمون زهاء مليارين، بقي 6 مليارات ليسوا مسلمين، لهم منتحلات ومعتقدات وأديان أخرى. ينبغي ألا نخلط بين الوصفي وبين المعياري، وبين المعياري. معياريا دين عالمي قابل أن يكون عالميا صالح للعالمين، معياريا. وصفيا ما قد حصل ما قد وقع ليس كذلك. زهاء الربع أو الخمس فقط من البشرية انتحلوا هذا الدين، نسأل الله أن يكثرهم وأن يعطيهم فهما دقيقا في دينهم يتناسب مع تحديات العصر، بل يتجاوزها ويفوقها إن شاء الله تعالى، لكن لا كالحالة التي عليها معظم المسلمين اليوم. هذه حالة لا تصلح ولا ينبغي أن تستمر. إذا ثار نزاع أو وقع اشتجار بين سلطة عالمية بطبيعتها واقعيا وليس معياريا، واقعيا هي سلطة عالمية وهي العلم، وبين سلطة أخرى، سلطة المعتقد أو الدين مخصوصة بواقعها بما قد حصل، انتبهوا، هذه المعركة في المآلات القريبة والمتوسطة والبعيدة لن تكون مضمونة للسلطة المخصوصة في معظم الحالات. لذلك ليس من مصلحة أصحاب هذه السلطة المخصوصة أن يخوضوا هذه المعارك باستخفاف، بل أن يفتجروها أصلاً. إذا كان ثمة غنية عن خوض هذه المعارك فحي هلاً، ويحيى الله بالصلح والصلح خير، وكفى الله المؤمنين القتال. لكن أن ننصب العداوة مع سلطة عالمية كونية كهذه، هذا يضر بسمعتنا وصدقية ديننا أصلاً على مستوى العالم. أنتقل الآن سريعاً إلى بعض المقترحات التي اقترحتها لجان علمية ودينية على مستوى عالمي، للأسف الشديد على مستوى عالمي، ورأوا أن لهم الصلاحية وأنهم يتمتعون بالأهلية واللياقة التي تؤهلهم أن يضعوا معايير، أن يضعوا معايير للفهم الديني لحقائق العلم وما يتعلق بالعلم. وسوف تسمعون العجب، وسوف تسمعون العجب، لو لم أقرأه بنفسي في مصادره ما صدقته. يقترح هؤلاء، ولن أذكر من هم ولا أين هم، حفاظاً أيضاً على كرامة وحساسية الناس، لكن موجود، من طالع مباشرة يدوه منه قريباً، موجود هذا في مصادره معروف. اقترحت هذه اللجنة سنة 1991، سنة 91 900 ألف بالفصيح، اقترحت مجموعة مقترحات في رأسها أنه لا يجوز أن ينسب أي فعل ولا أي ظاهرة بطريقة تسبيبية إلى غير الله تبارك وتعالى،
بل ينبغي دا وإذا نسبت إلى غير الله فلا بد أن تقيد بالأمرية والمشيئة الإلهية باستمرار. وفي هذا الإطار حدث في دولة أخرى ليست دولة هذه اللجنة أن كان المدرس يدرس الهندسة لأولاد الإعدادية ودرسهم المسلمة الخامة، المسلمة أي الخامسة لإقليدس، المسلمة التي عضرت بالبشرية إلى القرن التاسع عشر. باختصار هي أن الخطين المتوازنين لا يلتقيان، هذه المسلمة الخامسة، لكن صاغها إقليدس بطريقة معقدة جدا جدا ذكرناها قبل ذلك. المهم فقال لهم المسلم، قال لهم إيه؟ الخطان المتوازيان لا يلتقيان. فذهب أحد الطلاب إلى المدير، طالب فتك كما نقول بالعامية، وذكي ومتعلم الدين على أصوله، تعلم الدين على أصوله وفق ما علمه هؤلاء. ذهب يشكو مدرسه أن هذا المدرس تقريبا يعني غير مستقيم العقد، مطعون العقد، عقيدته فيها طعن، مغموز الإيمان. واستدعاه المدير مؤنبا وغضبان، كيف تعلم التلاميذ أن الخطين المتوازيين؟ والمدرس كان من بلاد الشام المسكين ليس من تلك البلاد، منتدب، لا يلتقيان. قال يا سيدي هذه الهندسة والكل. قال ينبغي أن تقول إلا أن يشاء الله، إذا شاء الله يلتقيان. قال خلاص إلا أن يشاء الله. صار كل شيء بعد ذلك المسكين، قواعد الحساب، قواعد الهندسة، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، إلا. وعلى فكرة التعليق الفلسفي على هذه الاستثناء إلا أن يشاء الله أكثر تعقيدا مما يظن المدرس والمدير. ولا أريد أن أعلق، لو أردنا أن نعلق سنتكلم ساعة كاملة على الأقل محاضرة أخرى. وهذا عجيب على فكرة، هذا الاستثناء، تسويق هذا الاستثناء لو فهمته في عمقه وقعره الفلسفي ممكن يودي بأسس الاعتقاد، ممكن يقودك إلى الكفر والإلحاد دون أن تدري. لذلك هذا هو شأن من يتكلم بغير علم وبغير تفحص ويجعل نفسه سلطة، وسلطة على العلوم التي خدمت على مستوى ألوف السنين في تاريخ البشر. هذه هي الفطانة البتراء، هذا ربع ثقافة وعشر علم وواحد على 100 فهم، هكذا يصنع بالأمم. على كل حال، ولذلك أوصت تلكم اللجنة بما يلي مثلا: لا يجوز أن يعلم، وهذا طبعا وكتب هذا، وضعت مناهج ودرست للصف الثالث الابتدائي مكتوب فيه إرشادات المدرس، إرشادات ممنوع أن تقول للتلاميذ ماذا يحصل لو امتنع أو لم يقدم الطعام للحيوان، أو لو لم يأكل الحيوان، لو لم يجد الطعام، ممنوع أن تقول هذا. لكن قل ماذا يحصل، يعني what will happen، يعني ماذا سيحصل إذا الله، if Allah doesn't give the animal food، هكذا كتبوا بالضبط، إذا الله لم يعطي الحيوان طعاما أو الطعام. عجيب، قال لك هذا هو الإيمان، غير هيك ما ينفعش. أنت بتكون بتعلم الطلاب شيئا قريبا من الشك، وشيئا قريبا من الإلحاد والبعد عن الله. لابد أن يصاغ السؤال هكذا: ماذا يقع أو ماذا سيقع إذا لم يعطي الله الطعام للحيوان؟ عجيب، هكذا؟ قال لك هكذا، هذا الدين. القضية خطيرة على فكرة، لماذا؟ لأن أبناءنا يعيشون هنا في أوروبا وفي أمريكا وأيسلندا وأستراليا وكندا، إذا تعلموا مثل هذا الفكر، وقد يكون هناك شيء نحن غير واعين به، قد طبعا في الثقافة الغربية، وهذا شيء خطير على مستقبل أولادنا الإيماني العقدي، فلا بد أن نكون واعين به تماما. أنا أعتبر أن النقطة أيها الإخوة ينبغي أيضا، أو المسألة، أن تدرس من نقطة أو من زاوية كيف نعلم الدين لأولادنا، إنه هذا هو الحاصل، وهكذا خلق الله الكون على الأقل وفق النماذج المعيارية كما يقال، الستاندرد مودلز في الفيزياء الآن، الفيزياء الذرية، هذا علم. ماذا نفعل؟ هذا علم، وبهذا العلم صنعوا قنابل هيدروجينية وذرية وأشياء عجيبة وغريبة جدا جدا، هذا علم وله براهين وله أدلته، جميل. لكن نحن كيف نفهم الدين؟ كيف نفهم النص الدين الذي يختص بنا كمسلمين؟ هذه هي القضية، قضية أن تصر دائما على أن الأشياء تنسب إلى الله بشكل مباشر، ولا بد أن يصرح بهذه النسبة، وإن لم نفعل فقد هوينا إلى وهدة الإلحاد، قضية خطيرة جدا.
مش بالنظر إلى نتائجها التي رأيتم، بل بالنظر إلى التأمل في كتاب الله. سوف يلحد ابنك أو ابنتك إذا نظر حتى في كتاب الله. تعرف لماذا؟ لأنه سيرى أن أكثر الآيات تنسب الأفعال، تنسب الأفعال والتأثيرات لا إلى الله، إلى المخلوقات. لذلك هذه لجان علمية ما شاء الله، لجان علمية إسلامية وعلى مستوى عالمي، وتزعم لنفسها أهلية أنها تريد أن تضع فلسفة للعلوم الإسلامية بين قوسين، للعلوم الإسلامية، فيزياء إسلامية وكيمياء إسلامية وأحياء إسلامية، وهذا مستواهم في الفهم، وهذا مستواهم في النظر، وهذا حظهم من كتاب الله. والله شيء عجيب، أقسم بالله العظيم، قسما بالله شيء أنا لا أكاد أفهم الذي يحصل، لكن على الأقل عندي تفسير مبدئي. نحن لسنا جادين، هذه اللجان وهؤلاء المفكرين والعلماء وكذا ليسوا جادين، ليسوا أناسا يأخذون الأمر بحقه ويبذلون فيه حقه لكي يصلوا إلى شيء من وجه الحقيقة. هؤلاء كالنائم كالمهوم أيها الإخوة، وهؤلاء لديهم، ماذا أقول لكم، لديهم تضخم، وهم تضخم سلطوي، أننا سلطة، نحن الذين نمرر ونقول ما الذي يمشي ما الذي لا يمشي. بهذا التضخم وبهذا المرض السلطوي العلمي أنتم تجنون على الدين قبل أن تجنوا على العلم. العلم لا يزال مواصلا مسيرته كما قلنا، لأنه شأن عالمي لا ينتظرون على فكرة، وليس برسم الفتاوى أن تصدر له بالإباحة أو بالمنع، هو لا ينتظر هذا، لكن نحن الذين نتضرر، وديننا وكتابنا. مقترحات تلكم اللجان بين قوسين العلمية ما شاء الله المتخصصة حول العالم التي تريد أن تقول قولا في العلم والدين، وقد أساءت، ولو سكتت لكان أحسن، أساءت جدا بما قالت، وجعلتنا أصبح يعني جعلتنا أصبح ماذا أقول لك، أصبح المسلمون موضع تندر من الآخرين، من الملاحدة والشكوكيين وغير المسلمين. شوف المسلمين ما شاء الله عليهم، شوف عقولهم، شوف آفاقهم ما شاء الله، يقول لك إلا أن يشاء الله، ما إلا مش عارف ما تقولش ولكن إذا لم يعطيه الله الطعام قال، وقال لك بعدين من الشرك. اللجنة كتبت هذا، والله كتبت من الوثنية حتى أكون دقيقا، وأيضا ذكرت الشرك، من الوثنية والشرك أن ينسب أي قانون لغير الله. إذا ممنوع تقول لي قانون بويل للغازات، كفر وشرك. والله يا الله، طالما أشركنا معناها احنا قضينا حياتنا نشرك معناها، طيلة حياتنا نحن ننسب هذه القوانين إلى إلى مكتشفيها. قانون نيوتن في الجاذبية شرك، قوانين أينشتاين في النسبية شرك، قوانين فيزياء الكم شرك، قوانين إيش؟ قوانين الله. وأجت الحالة هيك نزلت من السماء، يعني ما في حد اكتشفها، ما في حد كذا. وبعدين هل هذه القوانين لها حقيقة موضوعية كالشمس والقمر والليل والنهار، أم أنها أبنية فكرية وقد تتغير وقد تتبدل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا أدري ما هو القدر الذي تفهمونه في فلسفة العلم، يبدو أنه زيرو، تحت الزيرو، لا علاقة لهم، لم يقروا حتى مقرن بسيطا لكي يلقوا مثل هذه الكلمات. قال لك شرك، تعبير شركية أن تقول قانون بويل، قانون نيوتن، قانون لافوزي، شرك، هذا شرك. لذلك يتعلمون صباحا ومساء يتركون فروض دينهم بسبب هذا التوجيه، بسبب مثل هذه الروح الطفولية الساذجة في توجيه الدين والدنيا